طيب بمعنى كده من ام للابريتس فيو بوينت
هل هو ده الاجراء الحقيقي اللي حصل؟ قال لك لا. امال فين نقطه اس عليه؟ نقطه اس دي لازم اكون عندي مين؟ كونتاكت فاكتور او باي باس فاكتور عشان اعرف اوقع. طيب هل انا عندي كونتاكت فاكتور او باي باس فاكتور؟ ما عنديش. ده بالعكس، لو هو بعد كده هتلاقي ايه؟ طالب الكونتاكت فاكتور والباي باس فاكتور. ماشي؟ طيب مع ايه؟ لان انت وقفت هنا خلاص مش عارف اوقع نقطه اس واحد عليك. خلاص؟ بالمناسبه يا جماعه زي ما كده اتعود لما كده يجي يقول لك سبلاي، هو اداني في المساله سبلاي كامبتش ب 13، لما يقول لك سبلاي اخر نقطه خالص داخله على ايه؟ على الاوضه. خلاص؟ فسمي لا فيهم اس واحد واس اثنين اي ايه؟ اي مسمى كده عشان دي ما تتلخبطش. طيب يا معنى كده 13 دي مش درجه حراره الايه؟ الاس، يعني ما ينفعش يجي هنا يطلع الكلام ده مع 13 خالص. خلاص؟ 13 دي بتاعت اخر نقطه داخله على مين؟ داخله على الاوضه. خلاص؟ على الاوضه. طيب وقفت السايكل من ناحيه دي، قلت لك لما توقف من اي ناحيه تروح للايه؟ من الناحيه الثانيه. طب الناحيه الثانيه دي عندك سنسبل ليفل، كيوب سنسبل كيوب ليفل، بالمناسبه عدد دي في الشيت عشان هي ايه؟ محطوطه بوينت 3 1. خلاص؟ عشان الرقم ده هيخلي المساله رخمه شويه، لو عشان بقى قصدي الرقم اللي عندك في الشيت هيخليها رخمه شويه في الخريطه، فانا معدلها عشان بس تبقى ايه؟ رايحه. خلاص؟ طيب هتلاقي انك تقدر تحسب الكلام ده كيوب سنسبل ليفل فاكتور بيساوي ايه؟ كوب سنس بيساوي 3.5 على 2.35 زائد بوينت زائد 1.56. طيب هتحسب الرقم ده استخدمه في ايه الرقم ده؟ منقله. طيب اروح للمنقله على الخريطه خلاص واعمل من الرقم ده موازي، الموازي ده من نقطه مين؟ نقطه ار. نقطه ار. طيب لما اعمل الموازي ده من نقطه ار ده بحاجه هندسي مين؟ بس على اساس الاس. طيب هستخدم عامل ايه بعد كده؟ بعد درجه حراره اس عندي درجه حراره اس 13 كم؟ 13 درجه. اقدر اوقع 13 درجه خلاص اوقع بيها نقطه ايه؟ نقطه اس. خلاص؟ طيب اعمل ايه بعد كده؟ الخط ده موازي، انا مثلا ده طلع لي بوينت 8، اروح هنا عند بوينت 9 بوينت 8 اجي اوصل خط من النص لغايه بوينت 8، اوصل خط ده وارسم خط موازي نقطة ار. طيب اعمل ايه بعد كده؟ خطي من الاس لاس 2. طيب اول حاجة ركز معايا، سؤال هل الفانة دي هتغير في الهيوميديتي بتاعة الهواء؟ لا. طيب بمعنى كده الاجراء بتاعها اجراء ايه؟ كفر. يبقى اقدر اقول ان اس 2 على طول درجة حرارتها كام؟ 12 درجة، وعلى نفس امتداد الايه؟ الخط الافقي. ليه 12؟ لان الفرق هو كبير كام؟ بدرجة. وهي بتسخن يبقى اس ايه؟ هي الاسخن 13، يبقى اكيد اس 2 كام؟ 12. يبقى تقدر ترجع كده تراجع توقع اجراء خط افقي كده عند 12 توقع اس 2. طيب كده وقعت اس 2، طب فين اس 1؟ معلش عشان الفانه ما بتغيرش في الهيوميديتي، فانا بسخن بس. ماشي؟ طيب اكمل ازاي؟ اجيب اس واحد ازاي؟ كده الهيوميديتي تتغير افقي برضه؟ ها اكمل ازاي؟ افقي برضه؟ الناس اللي ورا اكمل ازاي؟ افقي يا سلام. طيب دلوقتي الهيت الكويل ده زي الفان خلاص، يعني ايه زي الفان؟ يعني مش هيزود ولا ينقص في الهيوميديتي، يبقى معنى كده ان الاجراء بتاعه سنسبل بس. طيب طالما سنسبل بس يبقى اقدر نفس الخط اللي انا مديته ده افضل راجع بيه في المنظر ده. طيب اصبح الخط الافقي اللي انا رسمه ده محل هندسي نقطه مين؟ اس 1. اس 1. طيب والام الابريتس دي بوينت كان برضه محل هندسي ايه؟ اس 1. يبقى تقاطع الخطين دول يديني نقطه ايه؟ اس 1. اس 1. خلاص؟ طيب كده السايكل كلها اكتملت عندك، يبقى عندك اس 1 موجوده، اس 2 واس كلهم ايه؟ كلهم موجودين. تاني طيب انت عارف وقع نقطة اس ازاي؟ خلاص؟ طيب الفانة خلاص بتسخن بس صح؟ يبقى انا واقف بعدين، يبقى انا عاوز ارجع للنقطة اللي قبليها هرجع ايه؟ درجة وافقي. ليه افقي؟ لان انا ما بتغيرش في الهيوميديتي تمام؟ وقعت نقطة اس 2. طيب وبعد كده الهيتنج كويل، الهيتنج كويل برضه مهما سخنت عمره هيغير في الايه؟ في الهيوميديتي. طب يبقى ممكن برضه الاجراء بتاعه لازم يبقى ايه؟ يبقى افقي. فممكن ارجع برضه لخط افقي، خط الافقي ده محل هندسي النقطة اللي قبل الايه؟ الكويس. خلاص؟ طيب ما تنساش ان النقطة قبل الابريتس دي بوينت اللي انا كنت راسمه من شوية محل هندسي برضه نفس النقطة، لان النقطة دي طالعة منين؟ من كولي كويل. خلاص؟
فالمفروض كده في محللين هندسيين لنفس النقطه هقطع الاثنين دول يديني نقطه ايه نقطه اس تمام. طيب كده وقعت نقطه اس واحد كده ايه نقطه معايا ده كده النقط كلها توقعت على الخريطه تقدر بعد كده تحسب اللي انت عاوزه. عاوز الفوليوم فلوريت بتاع السبلاي احسبه ازاي؟ لازم الاول احسب مين الماس فلوريت بتاع السبلاي. اجيب ازاي الماس فلوريت بتاع السبلاي؟ طيب اقدر اقول ان كيو روم توتال هي 2 و 3 5 زائد 1 5 6 تساوي ايه؟ تساوي ام دوت دراي اير سبلاي مش مشكله بقى خلاص. طيب تساوي ام دوت دراي اير سبلاي في اتش كام ناقص اتش كام؟ اس ناقص اتش ال فين اجراء الروم؟ ركز عشان عندك كذا اس خلاص؟ عندك اجراء الروم من ايه؟ من ار لاس يبقى اتش ار ناقص اتش اس خلاص؟ اتش ار عندك واتش اس عندك تقدر تطلع من هنا ان دوت باي ار صفار. طيب عاوز احسب فوليوم فلو ريت اضرب الرقم ده في كام على طول؟ في الرو فوليوم فلو ريت بتاع السبلاي يساوي ان دوت باي ار صفاي ايه؟ ماشي؟ طيب دي حاجه. تاني حاجه عاوز الكيو بتاعة الكويل. الكيو بتاعة الكويل هي عباره عن نقطه كام نقطه كام؟ كويل على حسب. طيب اول حاجه لازم زي ما الراجل ده قال كده اني كويل ما عندي اثنين كويل خلاص. لو بتكلم على كولين كويل كولين كويل يبقى بيساوي ام دوت دراي اير سبلاي على طول في اتش كام ناقص اتش كام؟ اتش ام اتش ايه؟ اس 1 خلاص اتش ام ناقص اتش اس 1 خلاص. طيب لو بتكلم على الهيتنج كويل بالاس اس 2 اس 1. طيب لو سالك على اللوسز نتيجه الفان يبقى ايه؟ اس 2 اس 2 خلاص. يبقى دايما كده مجمع انت ايه بتحسب انهي كيو بتاعك. طيب اخر حاجه عاوز الكونتاكت فاكتور. حد يعرف يقول الكونتاكت فاكتور بيساوي ايه؟ من مسافه من ام لاس 1. طيب الكونتاكت فاكتور ده يمثل الافشنسي يعني يمثل اجراء الكويل اللي من ام لابريتس دي بوينت ده المفروض ان هو فعليا عمل من فين لفين؟ من ام لاس 1 من ام لاس 1. طيب لو كان 100% افيشنت كان هيعمل من الابريتس ام الابريتس دي خلاص. في مشكله في الكلام ده؟ انهي حته؟ كونتاكت فاكتور؟ طيب الكولينج كويل اجراء من نقطه ايه نقطه ايه؟ ام الاس 1 على رسمه من ام الاس 1 هتروح تقيس الاتش بتاع الام الاتش بتاع الاس 1 يبقى فرق الشكل بينهم هو ده ايه؟ كيو كويل بس فيها مشكلة؟ طيب وبعدين لو انا عاوز بقى الهيتنج كويل الهيتنج كويل هنا كان عندك نقطة كام كام؟ اس 1 اس 2 يبقى برضه تقيس الاكش بتاع الاس 2 في شوف الفرق ما بينهم تضربه في الاس 2 خلاص؟ عاوز الكيو بتاعت الفان الفان فين؟ اس 2 لاس يبقى اطلع الاكش بتاع الاس واجيب الفرق اللي شاف خلاص اي كيو هي ام دوت الفرق ايه؟ الفرق طيب مشكلة في الكلام ده؟ لا ركز معايا. طيب تعالى ركز معايا الناس ركز معايا عشان تفهم عشان الحتت دي هي اللي بتفهم يعني بتفرق بين واحد فاهم وواحد ايه مش عارف هو بيعمل ايه خلاص. طيب بالذات الناس بتوع مشروع التكييف لان ممكن في بعض الاحيان تتسيب في الكلام ده ماشي. طيب دلوقتي انا ليه ممكن في الشتاء في الصيف محتاج ان انا احط هيتنج كويل بعد كولينج كويل؟ طيب ركز معايا بتيجي ترسم الروم سنس فيت فاكتور ده تلاقيه شكله عامل كده خلاص.
طيب لما يكون الروت سنس بيج فاكتور عامل كده هل هيقطع الخط اصلا بتاع عامل الابريتس دي بوينت؟ قالك مش هيقطعها. طيب معنى ان هو مش هيقطعها بعض ان ما بقاش في سايكل كامله. طيب عشان انت تعمل سايكل كامله لازم توصل بين الاثنين بايه؟ باجراء. فلو عامل ايه؟ لو عامل نقطه مثلا في المنظر ده وموصل بينها باجراء المنظر ده عشان ابقى قفلت الايه؟ قفلت السايكل. خلاص؟ طيب كل اللي انا قلته ده شرح جرافيكال ملوش اي فيزيكال مينينج. يعني انا بقول لك هترسم وتشوف على حسب ما يطلع الرسمه واقفل بايه بخط افقي. طيب ازاي يعني ايه الكلام ده بقى ايه اللي حصل؟ طيب حد يعرف يقول لي كده فيزيكلي ايه الفرق ما بين البروسيس واحد دي والبروسيس الثانيه دي؟ ايه اللي حصل؟ الفرق الروم سنس الهيت فاكتور حصل لها ايه؟ قلت زادت ولا قلت؟ لما يكون نزلت كده يبقى حصل لها ايه؟ قلت. طيب الروم سنس الهيت فاكتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيو هوم سنسور على كيو سنسور زائد كيو ايه؟ طيب معنى ان هو يقل ان حصل ايه الريتد لود؟ زادت. قال لك ان الريتد لود زاد. طيب معنى كده ان لما بيحصل امتى الكلام ده؟ لما يكون الليتد لود بتاعك عالي. طيب ليه لما الليتد لود بتاعك بيكون عالي ممكن تحتاج بهيت كويل؟ ركز معايا في الكلام ده عشان تفهم. دلوقتي انت اصلا لما احنا جينا قلنا بشيل الليتد لود، ايه الليتد لود ده؟ اللي هو بخار المايه بتاع البني ادمين اللي في المكان. بخار المايه ده اتفقنا بشيله ازاي؟ عندي اتنين اوبشنز عشان اشيله، يا اما ايه يا اما ايه؟ اير ووشر. يا اما اركب مش اير ووشر بقى حاجه اسمها ادياباتك دي هيوميديفاير اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت اللي هو جهاز بيشفط الميه حاجه زي السيليكا جيل اللي هي بتقعد تشفط الميه. خلاص بس هو الكلام ده ما بستخدموش ايه غير في الابلكيشنز خاصه قوي زي الادويه والكلام ده. طيب قلنا الاوبشن الثاني ان انت تعمل ايه؟ كويل. انت تحط كولينج كويل درجه حرارته بقى اقل من كيو. طيب لما يكون عندك الكيو ليتنت عاليه قوي خلاص اتفقنا ان انا بشيل ازاي ليتنت لود ده بكولينج كويل درجه حرارته قليله. طيب لما يكون الليتنت لود ده كبير هتضطر عشان تشيل ليتنت لود كبيره غصب عنك تعمل كولينج ايه؟ تاني. دلوقتي الاجراء بتاع الكولينج ده شكله عامل ازاي؟ نازل بالمنظر ده. طيب فين الليتنت بتاعك؟ اهو. طيب لو انت عاوز تزود في الليتنت ده هتعمل ايه في السنسور؟ هزوده هو كمان. يبقى معنى كده انت لو عايز تشيل ليتنت كبير غصب عنك هتشيل برضه سنس من ايه؟ سنس من كبير. خلاص؟ طيب هل ينفع اشيل سنس من كبير واقول خير وبركه؟ مفيش حاجه اسمها كده في التكييف. ما ينفعش ان انت الناس عشان الليتنت لود بتاعها عالي يبقوا قاعدين بردانين. خلاص؟ هتقول لي ما كويس الناس تبقى كويس. لا مفيش حاجه اسمها كده. خلاص؟ في حاجه اسمها هيومن كومفورت بوزيشن ما ينفعش ان انت تعديه. يبقى انت بتيجي تلاقي ان انت عشان تشيل الليتنت لود العالي ده اضطريت في المقابل تزود في القيمه بتاعت الايه؟ القيمه بتاعت السنس. خلاص؟ فعشان تعدل الموضوع لازم بعد ما تخلص الاجراء ده ترجع تعمل ايه في الستانسمنت ده؟ تسخنه تاني. خلاص؟ الناس فاهمت الكونسيبت ده؟ يبقى انت في السيستمز اللي الليتنت لود بيكون فيها عالي بتضطر تشيل حراره زياده عشان تعمل ديوميديفيكيشن زياده فبترجع تعادل الموضوع ده ان انت ترجع ايه؟ تسخن الهواء تاني عشان يظبط الايه؟ يظبط درجه الحراره اللي داخله على ايه؟ خلاص؟ في مشكله في الكونسيبت ده؟ طيب عاوز تزود الاول داخل في مقابل ان اقلل الاول انت شايف عاوز تزود الرو عاوز يعني بدل يعني انا اصلا اخر اصلا تزود الرو ده تزود الرو بس اه في نفس الوقت كان في نفس الوقت ساعتها كان